بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هو جلسان لنا بإذن الله باب التوبة. باب التوبة من معاش من بابك كانوا توبة موشا كل ذي الحبيب واجب انت يزوم دي الحزو ألا وعزو ما بين خانة قراه من آدم حق إلبا قراه شي الشرط حالا حتان يد الحيو يحقدي كوتان يد الحزا شي ولسين موشا شيشتان يد الحبي المرقب مقوجا يشيشي حزولا كسكرا توبة كامل ملتابا. لكن يم عصية ذو أو دي الحلو بني آدم ما بين خالق راه حرد شرط حلا يلا أي بزك يقل له شي اشتواء حرد تان يزد لحبي وأباو إذني أو أوفي بيتي ما الخالق راه برقب قد في خالق راه زين خالق راه أزو كله إجي مستا أو أوفي متوقس غيبة خالق راه أزوك أوفي متيشا يلي بني آدم سلم زيتا كل ذي الحبيم توبة موش حلبة. قرآن وصلنا به من حل توبة واجب نفسه. قرآن بتيقلا سنة بتيقلا إيه؟ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. حديث به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبا هريرة رضي الله عنه باب رسول صلى الله عليه وسلم نزال سمخه به من نزال آل ألي استغفار آش متوب آشاه يزفون أيام بيت 70 بيزايد جرا مع أنه الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللام زي ملحي ينتيو سيد الخلق ينتيو سيد الخلق ينتيو سيد الخلق ينتيو يلي باتي رسول صلى الله عليه وسلم الزيزو أكثر من 70 مرة استغفاري عشان باتي انت صلى الله عليه وسلم. طيب أزوك الصوم رسول صلى الله عليه وسلم رواية أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرنا الحديث به ميلاده لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. مثال صدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أي كيسي عبد
قافز توبة زاش أسا تسل حد أحسخ سنك زو قامل زو بيتور ما ميدان صحراء دي تابيليت إما حنقول زو مشك زو كل شيء تأني ما يلزال تتأمسي با يسا زي قبط إسامي ناشا حارة ملك تحاي بتري قزا كازي بتيجي بلا خلاص قوجا هي قاملة أغنية ميل يا خسحراء مقوجة فركم ميل مي بلاي حشي بلاي سنك بلاي ما خلاص قوجا موتا يهيني بزان إسار قدسو قاملة مره دينغت بواتي كتف باتي ما إيكا زبوتا تي فتن بحفي نيوا إنها تسيبه نقام زي ولحد نيوا من بايا التسيبه يا رب يا أخا قافين تفعال اللخان تين من عشان إنه تسبي خطأ سيننا زلة اللسان لحلينا يساء الله سبحانه وتعالى في زبطة سلاح العبد زو تسع يوسى من تتوبة عشان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه يا آخر الزمان بديزان انت أحد أبا إير مغرب قرب زلوت التبي توبة آشا قروي توبة آشا حلوي بايتي يا إير أزرام زلوت التيام بحرلي باب التوبة تقوفل بايتي انت يلي أخبي ولي انت وازلان بي توبة فتن بنك دملي زي مدنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خوتاي أخان من حال أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر يأمان كثير تانسي ألا سألين أنت سمزون إبليس من بعد كل أغبوي وندال لا شهزايا سان ألا من بعد الزاشون باستغفار وإساش كيسي أوف في آش لي أوف إلى مشي يا أب الرحزو إلى و غرغر إمتبو توب آش أقر وقت حال بايتي انت إلى بايتي غرغر إمتبو يعني روح إلى و مقتعتا إمتبو توب موشا واجب انت بايتي انت. طيب نساج كيكا نيو إير مغرب تتهزاي ورسول صلى الله عليه وسلم من بايو الله سبحانه وتعالى باب توبة وكفته بي إلى و إير يم مغرب تتكيسي أي كيس أنت أردزو 40 أو 70 أمت قدر حلاوي يلي أخب ذا الخاش وقت إبايل ليل توبة مش حل بكو بايتين دان خام حديث على الحل رسول زي مدن صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رسول بايو صلى الله عليه وسلم أهات بكت بزنارة أصبوي حز أبنارة زحتنا زحتي نفسي قدل بي يسا يي أبحر بايو ما من عشان الدنيا بما انتاوي علمي زال بات إبراما يي بات جل حيو يعني تنزيف آش باز أخوغا يي دين زال سهل وقاو ما تحاري سواش من فوين ياشو راهب فوين راهب باتي عابد عبادة أستال علمي البام راهب انت عبادة زلت أشال حارة ليو من باية حارة آم بايو زحت أنا زحت أن نفسي قدر خو توبة حلني من باي راهب من ليه عبادة أساني فعلم يلبا فقال لا باي إيه لهم ها توبة سحت الناس عندي قد لمن توبة فاجه باي فقتله فكمل به 100 قد اليوم بق لما لأبي يلين تن الله ذانا كل سام أي شيء قل زوزا يبي خسام جاهل دي أو عبادة متأسال دي سؤال خوة تقربه سؤال هو تقرب لوزاف عالم رباني مخن حلبة اللفري علمي زالبة مخن حلبة كوتاي سؤال تحبرين يا أبا
ما أنت أعلم أهل الأرض علم زالبا نسب أبا الخالوة فدل على رجل عالم عالم فون كان أو محارة ليو حارة ليو سا واتي باي آم بقى نفسي قدر خوي إيه نبي توب حلني هجو خجواب أشباز الأين وي عالم فقال نعم إيبا يو ومن يحول بينه وبين التوبة ما انتاوي أخوة توبة ما بينه يلا يخزان فعبد المنت من باية حالي يقول يا بلا خال ييدا كيزان في با يعني زل باد انتاوى بلو الباد انتاوى ليت ما ألفري زاك بس هو زال باد فوني ليت الزياد دي حرمة أزود بعبادة خاوش يي زل بوغة بزالات محمد سامن برتبه تكالو ميخ ما يي اينا بتوا بخامل يا بلا خال ليت بايو يا أبا حفا أمليتا يسال كادا نسفي أوغا بي متجيو يسا قوتي إلى ملائكة وردانوا جنة سخاخ قر ملائكة الجنة وردان خال عذاب سخانة لي عذاب ملائكة وردانوا يسا يي أبالي قوت قوت قرباج ملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تقادر يا أشو اللانو يي أبا بجيح ذنب حلبا بجيح شي دلقا إنيات الناس حنا ملائكة العذاب لا ملائكة الرحمة هم يلانو لا هو أبا توبة يسال ديجا قلبي زوبم توبة موية توبة فوين يعني زن لبليو ها يا أشو لا لا أحد ما أشو خير على شام يا أبا هذا سأل سبحانه وتعالى أحد ملائكة آدمي سورة بغفر ليوما حكم كتاش ليوما من بايو تحاري يدش خذ ليت إيواي حرى ذا الباد ما بينه قياس أوشو آيفون أزنبلا أزوفون خلال يا خير وساج فون أزنبلا قر جنة فون دي تال يا أج فون زروفاج فون أزنبلا قر أهات نسا أخو أزام سؤال حفا يوما قياس إما يوشو الله سبحانه وتعالى من أشيب جشيب يتاب يتبي لكم لكم أشيما خير فون جشي لكم أشيو أذو سامان نسيو ملائكة الرحمة نسوا باتين آخر إما الحال دي حتى ينفصل توبة باب ذات به رسول صلى الله عليه وسلم حياسي بيسال بدا أحد أبدي جليو عليه أفضل الصلاة والسلام يي أبا عمري بجيح زغوفان دا كدير سنتا مديجة من رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول عمري زوم يعني بقلاوة حلف زي أنت عمري زوم يا رسول الله بايا آن بايا يا محمد آن كتي أدشي بي دل حزا شئيلو دل حينا سوم تكشو زو يخني كدير زو يخني أحز سوم الحد أخو توب آش فوقرا اللي تقيب لينا اللي قال عليه أفضل الصلاة والسلام وهو نبي الرحمة اللام حلو يبايا من بايا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من بايا رسول صلى الله عليه وسلم هل أسلمت إسلام خاخي بارد نبي قال أما هذه فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آن إسلام خاخو أوكا أخاف رسولتكم آمنا الله حدنتكم آمنا يسعين بايو حلو بير توبة أشكر إذن يغفر الله لك ذنبا تلحي خاوة اللي أوفي أشكر قال يا رسول الله أمام بسمون بايو آن زاش بايو ولا تيت ولا تيت ولا قدير أي ذي الحمل حدكم يكلو أوفي أشري يلوي إي يا اشتخال شيشتاي كريم بايو إذن حلو بيو يا خابي حلو بيو يرقومي حياني بتوبة وعاش هنا رقرا ألا أوفي أش لخما يدي الحخاو حسنات فون يناوت إلى خال بايو إذن يبدل الله سيئاتك حسنات يسمع ساي أبا راقرت بزال أبا قرقبا ها
مناشا الله أكبر الله أكبر الله أكبر باما تسيبه أزوك برسول بحتلايا عليه أفضل الصلاة والسلام وهو جلي يجيب أرانا إن شاء الله قربي ذكراه نكمل أنا ما دوابي يو نكمل حلباتي انت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك وارزقنا توبتك وأدم علينا سوابغ نعمتك. اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا واجعل إليك اعتمادنا ومآبنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انظرنا إلينا بعين رحمتك وتقبل هفواتنا فيها بالصفح والإرضاء حتى لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صدرا ضيقا إلا شرحته ولا بابا للخير إلا فتحته ولا بابا للشر إلا أغلقته ولا ولدا حائلا عن طريق البر ورشد إلا هديته وأصلحته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر زلاتنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبلنا في التائبين اللهم تقبلنا في التائبين اللهم تقبلنا في التائبين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن في الله آخانا بالدعاء أوصانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.